يقول السائل: الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة هل هو مشروع؟ لا، الاضطباع وقت الطواف الأول، الطواف الأول للعمرة أو للحج، هذا الاضطباع. أما بين الصفا والمروة هذا غير مشروع، وكذلك الطواف الإفاضة إذا كان عليه إحرامه غير مشروع، إنما هو الطواف الأول، أول ما يقدم للعمرة أو للحج، طواف القدوم للحج أو طواف العمرة، هذا هو الذي يشرع فيه الاضطباع، يبدأ من أول شوط وينتهي بآخر شوط. نعم، لأن يعني بعض الناس نشوفهم مضطبعين دائما حتى في الصلاة، هذا غير مشروع، إنما الاضطباع وقت الطواف الأول، طواف الأول من بدايته إلى نهايته، إذا انتهى آخر شوط يجعل الرداء على طبيعته على كتفيه، يستر ظهره وبطنه، لأن هذا أجمل له وأحسن له. نعم.